أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم ارتداء رابطة العنق والرابطة على الكف؟ ما حكم ارتداء رابطة العنق ورابطة الكف؟ إيش رابطة العنق ورابطة الكتف؟ نعم، لو وضحها السائل قال التي ها الشيء، وش معنى الكرفت؟ أنت فسرت بما هو أغمض من القلادة، القلادة اللي تجعل على هذا، هذا فيه تشبه بالنصارى، لأن الأصل في هذا أنهم يجعلون فيها الصليب، يجعلون فيها الصليب، فمن علقها ولبسها فقد تشبه بهم. نعم، ليست من ملابس المسلمين. نعم.